بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. الآية يقول الله جل وعلا ردا على المشركين في قولهم الملائكة بنات الله، إنه جل وعلا غني عن البنين والبنات، ليس له ابن من خلقه ولا بنت، بل من في السماوات والأرض كلهم عبيد له، يسبحونه وينزهونه عما يليق بجلاله وعظمته. تسبح له السماوات السبع، يعني كل السماوات تسبح له، والأرض كذلك ومن فيهن من العقلاء كالملائكة والآدميين والجن، ومن غير العقلاء كالجمادات والحيوانات والنباتات، وكلها تسبح بحمده. سبحوا له من في السماء، سبحوا له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني كل مخلوق يسبح بحمد الله جل وعلا. ثم هذا التسبيح أهو تسبيح حقيقي بالنطق أم تسبيح بوجوده دلالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى قدرته على الخلق؟ تسبح له ومن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالتسبيح محتمل أن يكون تسبيحا بالقول بالنطق بحسب ما يستطيعه المرء أو الجماد أو الحيوانات أو غير ذلك أو الحشرات، كل مخلوق يسبح بحمده بالنطق، كما جاء في ذلك آثار وأحاديث كثيرة، ويجوز أن يكون بالقدرة على ذلك والدلالة عليه
أي أنه لو أمر بالتسبيح لسبح ولو كلف لقبل ذلك. ولقد كما قال الله جل وعلا: السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال الله جل وعلا للسماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فالله جل وعلا قادر على أن ينطق من في السماوات ومن في الأرض من الآدميين وغيرهم ومن الملائكة وغيرهم ومن الجن وغيرهم، والنباتات والجمادات كلها تسبح بحمد الله جل وعلا. ثم قال تعالى: وإن من شيء، يعني ما في الكون شيء صغير أو كبير، حي أو ميت، جماد أو متحرك، ذو زيادة ونقصان أو مستقر، إلا كلهم يسبحون بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبح الله جل وعلا في قوله: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وحده لا شريك له. وهكذا يقول رحمه الله: وقد اختلف العلماء في هذا العموم، إن من شيء إلا يسبح بحمده أهو مخصوص أم لا؟ فقال الطائفة: هو مخصوص. وحملوا التسبيح على تسبيح الدلالة، لأن كل مخلوق يشهد على نفسه ويدل غيره بأن الله تعالى جل وعلا خالق قادر. هذا على قول من يقول إن التسبيح مخصوص بالدلالة على وحدانية الله جل وعلا. وقال الطائفة من العلماء: هذا التسبيح على حقيقته، يعني تسبح كل مخلوق يسبح بلسانه حسب قدرته ونطقه على حقيقته، والعموم على ظاهره. والمراد أن كل المخلوقات تسبح لله هذا التسبيح الذي معناه التنزيه، وإن كان البشر لا يسمعون ذلك لكونهم محجوبين عن سماعه، ولا يفهمونه لكونه بغير لغتهم. وقد جاء أن الحشرات والنمل وسائر المخلوقات تكلمت بتنزيه الله جل وعلا وتسبيحه، وهذا يقتضي أن تسبيح الجماد بلسان المقال لا بلسان الحال، يعني أن الجماد يسبح بحمده بكلام يعلمه الله جل وعلا وتعلمه الجمادات فيما بينها والدواب، وهو الذي اختاره الخازن وأثبته بأحاديث متعددة. قال: في الجمل وهو قريب جدا، أي رجح هذان العالمان أن التسبيح بالمقال ليس بالدلالة على الخالق فقط مع الصمت. فالله جل وعلا سخر الجبال تسبح مع داود عليه السلام، وسخر الطعام يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسخر جل وعلا حجرا كان بمكة
يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر به عليه الصلاة والسلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي معلوم مشهور ثابت في الصحيحين. وهكذا فجميع المخلوقات تسبح بتسبيحا بالمقال لا بالحال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول أو لا يستبري من البول. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة فشقها نصفين فجعل على كل قبر منها واحدة وقال لعله يخفف عنهم العذاب ما لم ييبسا، أي أن الرطب يسبح بحمد الله جل وعلا حتى ييبس، فإذا سمع الميت التسبيح أنس به واستراح من العذاب نوعا ما. وسبح الطعام بأيدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وثبت في الصحيح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث حنين الجذع وحديث أن حجرا بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكلها في الصحيح. ومن ذلك تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم ومدافعة عموم هذه الآيات بمجرد الاستبعاد لا يجوز للمسلم، بل يقال إنها تسبح كل إن كل شيء يسبح تسبيح مقال حسب ما قطره الله جل وعلا على ذلك. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه أن يقبل، إن نوح قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلائق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق، قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأخرج البخاري رحمه الله ومسلم كذلك وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فالنمل يسبح ويسأل الله جل وعلا الغيث، كما جاء أن أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مر بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تستغيث، وقد خرج بقومه ليستغيثوا فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رأى هذه النملة رافعة يديها ورجليها تسبح وتسأل الله جل وعلا الغيث، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام قومه أن يرجعوا لأنهم سقوا بدعوة هذه النملة.
وجاء أن النبات يسبح ما دام حيا، فإذا مات ترك التسبيح. وجاء أن الحيوانات كلها تسبح إلا الكلب والحمار. وجاء أن الثوب يسبح ما لم يتسخ، فإذا اتسخ ترك التسبيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اغسلي هذا الثوب. قالت: يا رسول الله، قد غسلته. قال: أما تعلمين أنه إذا اتسخ ترك التسبيح؟ اغسليه من أجل أن يسبح. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كلها تسبح بحمد الله جل وعلا، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة لمن عصاه، غفورا لذنب من تاب إليه وأناب، فهو يغفر الذنوب كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا ويبادر بالتوبة الصادقة النصوح، لعل الله أن يتجاوز عنه فيقدم على ربه وقد تاب وأناب وليس له ذنب يحاسب عليه، وقد غفر الله له ذنوبه وكتب له وضاعف له حسناته. يقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي من المخلوقات، وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كما قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني تكاد الجبال أن تخر، تسقط، لأنها سمعت من بني آدم كلاما لا يليق بالله جل وعلا. وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفقهون تسبيحهم لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله بأن يسمعهم شيئا من ذلك، وإلا فالأصل أن الآدمي ما يسمع من الجمادات شيء، لكن إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إظهار ذلك دعا الله جل وعلا بذلك فيسمع، كما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل، وكذا في يد أبي بكر وعمر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال إن نقيقها تسبيح،
لأنها تسبح الله جل وعلا في الماء. نعم. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كتسبيح النحل، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. مر عليه الصلاة والسلام بأناس جالسين على المراكب، على المركوب جالس عليه يتحدثون يسولفون، فقال: اركبوها سالمة واتركوها سالمة، لا تكلفونها بالجلوس عليها، فربما مركوب أكثر تسبيحا لله جل وعلا من راكبه. ربما الحيوان يكون أفضل من الآدمي الذي لا يسبح بحمد ربه. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. الضفدع الذي في الماء. نعم. وقال: نقيقها تسبيح. نقيقها لا بد نقنق، يعني صوتها الذي تتكلم فيه تسبيح لله جل وعلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوح عليه السلام قال لابنه: يا بني أمرك أن تقول سبحان الله، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال عكرمة في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح. وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه. وقال آخرون: إنما يسبح من كان فيه روح من حيوان ونبات. قال قتادة في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه. وقال الحسن والضحاك: كل شيء فيه الروح. وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال بعض من هو يسبحان ما لم ييبسا، فإذا يبسا ترك التسبيح. قال بعض من تكلم عن هذا الحديث من العلماء: إنما قال ما لم ييبسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خطرة، فإذا يبس انقطع تسبيحهما، والله أعلم. وقوله: إنه كان حليما غفورا، أي إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، الآية. وقال تعالى:
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة الآية، وقال وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة الآيتين. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله الآية يجد الله غفورا رحيما. نعم. وقالها هنا إنه كان حليما غفورا، كما قال في آخر فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إلى أن قال ولو يؤاخذ الله الناس، إلى آخر السورة، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل ليس لدي أبناء ولدي إخوة، فهل يجوز لي كتابة وصية بنصف مالي للأعمال الخيرية بعد وفاتي؟ لا يجوز لك أن توصي إلا بالثلث فأقل، لا يجوز للمرء أن يوصي وصية بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فذلك راجع لورثته يستأذنون، إن أذنوا نفذت وإن لم يأذنوا فليس للمرء أكثر من الثلث، وهو صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده عند موته لعلها تزيد في حسناته إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز المزارات بمكة؟ مكة شرفها الله جل وعلا هي أفضل البقاع وهي أحب البقاع إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا استقبل مكة وقال إنك والله لا أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وليس فيها شيء يزار سوى المسجد الحرام وما فيه من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى، ثم منى وعرفات ومزدلفة في أوقات الحج، وأما الأماكن الأخرى غار حراء وغار ثور وغيرها من الأماكن فلا تستحب زيارتها ولا تشرع، وإنما إن زارها المرء للاطلاع فلا بأس عليه، لكن لا يزورها على سبيل العبادة، لأن الله جل وعلا تعبد الخلق بالمسجد الحرام وما فيه من الطواف بالكعبة والصلاة وغير ذلك من العبادات. يقول السائل هل يجوز أداء العمرة أو الحج عن شخص وهو حي؟ نعم، يجوز أن تحج عن أبيك أو عن أمك أو عن شيخك أو عمن تعلمت منه أو غير ذلك من ما يستحقون العبادة، فالعبادة لله جل وعلا والتقرب إليه ليثيب هؤلاء. لكن قالوا إن الحج أو العمرة عن الحي لا بد أن يعلم عنك قبل أن تحرم، وأما عن الميت فمن حقك أن تحرم عنه متى شئت. وعن الحج من مكة للتمتع، وهل الحج من مكة للتمتع عليه هدي أم لا؟ إذا حج المكي تمتعا فليس عليه هدي،
لأن الله جل وعلا أعفى أهل مكة وقرب من كان قريبا من المسجد الحرام من هدي التمتع، كما قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمثلا المكي إذا جاء في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج وهو عازم على الحج وأهله عنده، فليس عليه بأس في هذا ولا يلزمه هدي التمتع. يقول السائل: اختلفنا مع بعض الإخوة في معنى كلمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم وما المراد بهذا القول أو بهذه اللفظة؟ آل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. بني هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبني المطلب بني عمومته هؤلاء بني المطلب، لأنهم هم أقرب الناس إليه، وبني المطلب كانوا مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام بخلاف بني مناف وبني شم وعبد شمس. هؤلاء قرابتهم كقرابة بني المطلب لكنهم ليسوا منهم، فهم الذين تحرم عليهم الزكاة. يقول السائل: ماتت امرأة وتركت ابنا واحد، فهل يرث خالاته معه؟ لا يا أخي، الابن أقرب العصبة وهو يستغرق المال كله. يقول السائل: المعتمر هل هو ملزوم بطواف الوداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع على المعتمر كما هو واجب على الحاج، وبعضهم يرى عدم الوجوب، ومآخذهم واضحة. من يرى الوجوب قال: إن العمرة حج أصغر، فما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فيجب في العمرة كذلك. ومن العلماء من قال: الحج يوجب طواف الوداع لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار والمبيت أيام التشريق. فأمر الناس أن يودعوا البيت عند عزمهم على السفر. فبعضهم يرى وجوب طواف الوداع في الحج دون العمرة، وبعضهم يرى وجوبه على الجميع. وعند الجميع فيما أعلم لا يجب بترك طواف الوداع للمعتمر هدي، بخلاف تارك طواف الوداع في الحج فيجب عليه الهدي. يقول السائل: زوجتي تقوم في الصباح وفي يدها بقعة من الحناء، إذا كان السؤال عن الوضوء عن غسل اليد، فالحناء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يجوز أن يكون في يدها قطعة الحناء أو شيء من الحناء وتغسل يدها،
أما إذا كانت تترك الغسل اليد لأجل الحنة فلا يجوز ذلك. يقول السائل: أنكر علينا بعض طلاب العلم حضور دروس دور تحفيظ القرآن في المغرب بدعوى أن من إنشأها الشيخ فلان حذر منه وخطاه العلماء الكبار إلى آخره، فهل نحضر أم لا؟ أقول: أخي، هذا من الجهل. تترك دروس القرآن لأن الذي أنشأها فلان، تترك طاعة الله جل وعلا وحفظ كتابه لأن فلانا حفظ القرآن، هذا من تلاعب الشيطان بالعباد. إذا رأى منه ميلا إلى شيء ما دفعه دفعا عظيما وقال له: لا تصلي بهذا المسجد لأن الذي أنشأه فلان المبتدع، أو لا تقرأ بهذا الكتاب لأن الذي ألفه فلان، أو كذا أو كذا ونحو ذلك، أخي خذ العلم ممن وجدته معلما عالما أيا كان، ولا تجرح من لا تعرف إلا بجرح بين واضح، احذره وابتعد عنه. أما مجرد كون فلان يأوي إلى فلان أو يجالس فلان أو نحو ذلك فهذا خطأ محض وتلاعب من الشيطان بالعبد ليفرق بين المؤمنين والمسلمين. يقول: نحن في المغرب عندنا مشاكل هذه في الولاء والبراء والجرح والتعديل، لا نأخذ إلا من وثقه الناس. لا يا أخي، ما دام يقول لك الحق خذه ممن جاء به. يقول: هل ورد في شهر شعبان فضل من صيام أو صلاة؟ ففي بعض المجتمعات الإسلامية يعملون احتفالات في هذا الشهر، فما هو موقف الإسلام من ذلك؟ أقول: أخي، لم يرد تفضيل شعبان فيما أعلم على غيره إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان، فقيل له في ذلك فقال: إن هذا شهر يغفل عنه الناس، بين رجب شهر الحرام ورمضان الشهر الواجب الصيام، فلذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام حتى إذا قرب رمضان توقف عليه الصلاة والسلام. والاحتفالات لا مبرر لها ولا مكان لها في هذا الشهر، لم نبرر يحتفل لماذا. يقول السائل: هل الكلب والحمار والعقرب أكرمكم الله يسبحون؟ قول الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكل المخلوقات تسبح بحمد الله جل وعلا. وقيل كما سمعنا وقت الدرس أن الكلب والحمار لا يسبحون، والله أعلم بهذا. يقول السائل: ما حكم صلاة التسبيح التي انتشرت بين بعض الطوائف؟ صلاة التسابيح ورد الكلام عنها في أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها، ولذا لم يأخذ بها كثير من علماء أهل السنة رحمة الله عليهم كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، يقولون إنها وردت في أحاديث ضعيفة. والصلاة والعبادة ينبغي أن تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة قوية،
ولا يجوز لنا أن نأخذ ديننا وعبادتنا بأحاديث ضعيفة، وقد شرع الله لنا من العبادات الشيء الكثير الذي فيه الخير والبركة، كصلاة الضحى وصلاة الوتر والسنن الرواتب وغيرها من النوافل المطلقة، ولا نتقيد بحديث فيه ضعيف نعتمد عليه ونتخذها سنة مؤكدة، لا يجوز لنا ذلك. ونعلم أن كثيرا من العلماء ردوا أحاديثها. يقول السائل: عندي زكاة من الأموال، هل يجوز إعطاؤها للأفارقة الذين في شوارع مكة بنظري لأنهم مساكين؟ هل بادت؟ أعط الصدقة كل فقير أيا كان، ما دام مسلم وهو في مكة فأعطه الزكاة. فالله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. يقول السائل: أنا أسكن في مكة، هل يجوز أن أعمل عمرة كل أسبوع؟ يجوز ذلك وهو خلاف الأولى. الأولى أن لا تكثر العمرة بهذا الشكل، يعني تعتمر في رمضان 4 أسابيع أو 5 أسابيع، كل أسبوع تعتمر، ائتي إلى مكة وطوف بالبيت بدون عمرة وصل مع المسلمين، يرجى لك الخير إن شاء الله. يقول السائل: متى يكون التعدد واجبا، وكيف يرد أو يرد على من يقول اقتداء اقتدي بالعالم فلان لم يعدد دون لم يعدد ولم يعدد وكان دون تعدد الزوجات؟ فالتعدد ليس بواجب، التعدد ليس بواجب، وإنما يستحب للمرء الاقتداء بسلفنا الصالح رحمة الله عليهم، فكان خيار المسلمين أصحاب تعدد في الزوجات، فيتعدد بشرط أن يعدل في الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين 9 نسوة، وكان يعدل يقسم فيعدل، ويقول: أحب النساء إلي عائشة رضي الله عنها. فالمحبة شيء والجور شيء، ما يجوز للإنسان أن يجور على زوجة أو زوجتين لأجل الثالثة والرابعة، لا، وإنما يعدد إذا وثق من نفسه العدل. فالعدل واجب، وأما التعدد فليس بواجب، حتى الزواج أحيانا لا يكون واجبا، وإنما حسب القدرة وحسب الاستطاعة، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يقول السائل: هل وضع الحنة للرجال سنة عند النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، ليس بسنة، إنما الحنة الحنة في اللحية أو في الشعر، غيروا هذا وجنبوه السواد. أما الحنة في اليدين والرجلين فهذا من صفات النساء، فهو من محاسن النساء يحسن أن تعمله، وليس بسنة فيما أعلم، وإنما يباح لها. يسأل الأخ عن صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها أبا ذر وأبا هريرة رضي الله عنهما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم وخليلي بثلاث،
لن أدعاهن أن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر. فيستحب أن يصلي المرء الضحى، وأقل صلاة الضحى 2 ركعتان، ولا حد لأكثرها لو أكثر فلا بأس عليه، وأكثر ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات كما جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها. ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، فيكون وقت النهي عن الصلاة. استواء الشمس وقت نهي عن الصلاة، فأي وقت صلاها فيه إن صلاها في أوله تسمى صلاة الشروق وصلاة الضحى، وإن صلاها في آخره فتسمى صلاة الأوابين. فصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس على الفصيل الواقف بجوار أمه. فصلاة الضحى سنة مؤكدة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، وليست خاصة بهذا الصحابي، بل أمره لصحابي يشمل جميع الأمة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.